جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح: ما قولكم في من يقول عندما يقع حادث أو ما شابه يقول يا ساتر، وهل من أسماء الله الستار؟ نرجو الإفادة. الله سبحانه وتعالى يستر على عباده، فوصفه سبحانه وتعالى بأنه يستر على عباده وأنه ستير الذي ورد أنه ستير. أما الستار والساتر فهذا لم يرد تسمية الله تعالى بهما فيما أعلم، لم يرد فيما أعلم أن من أسماء الله الساتر أو الستار، وإنما الذي ورد الستير. وأما أنه يوصف بأنه يستر عباده ويستر على عباده فهذا لا بأس به. نعم.